لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ولكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزان. اليوم نشاهدوا ردة فعل تاع علي بن شيخ عن رياض محرز بعد أن رفع العالم الفلسطيني كيفاش تكلم. يعني والله لا فخر كل الجزائريين، ما كاش جزائري. شوف كاين اللي شتاني الناس البارح كومونتا وقال لك بن شيخ لاعبها لا. شوف كل مسلم يتكلم بالإسلام مهما كان شيء يدير في الدنيا، شي ما يديرش، بصح كاين قضايا راكم ما تجيبش تحكموا عليا انا، ولا تحكموا على واحد، ولا تحكموا على واحد، ولا هذاك ناس ملاح وهذاك كيوالو. تولي ذاك كيوالو ناس ملاح، تولي هذاك اللي بان لك باللي ناس ملاح تولي مشي مليح. اجي ما تجيبش تحكم على الغاشي. دونك حنا فاني بالشيخ شكر محرز على الاعلام تاع فلسطين، ما نشككش انا في بالشيخ، ما نشككش فيه مالغري انا ضده، وما نجيش معانا نجي معاه في القضايا تاع مين يكشف كاش حاجه ولا. بصح انا تاع القضيه تاع واش كان يدير، يعني كان مامور من 2014 لليوم، كان مامور، كانوا امرين وين كانوا بايعين الذمم تاعهم. كاين هما قالك الجماعه اللي كانوا هما كانوا بايعين الذمم تاعهم، يعني كانوا يحطموا تحطيم ماشي زاقه، كان على بالهم واش يديروا. ماشي يهضروا، كنا نشوفهم يقول لك لا يغيروا، لا ما كانوش يغيروا، ماشي غايرين، كانت عندهم نقاط، كانت كاينه نقاط، بغاو يردوا الجزائر دي كاتالون، فلانيه هذيك فلان انت هذاك فلاني هذيك دويلات، وين كانوا يضربوا كانوا يحوسوا. خاطر له انا نقولها ونعاودها، الجيش الثاني الجزائري وراهم ساكتين، غير لاحظوا برك، خلينا من ذوك ساكتين على هضرة الجاج، لا لي ساكتين. الجيش الثاني راه في الخارج، راه في اوروبا، هذاك هو الجيش الثاني تاع الجزائر اللي راه في اوروبا، باش يكون على بالكم. خلينا كانوا يحوسوا كيفاش ماجر وجماعته، كانوا يحوسوا كيفاش يعني تصرى حاجه الجزائر في اوروبا، يقول لك خلينا منهم. كانوا يلموا وبانوا شكون هما، كاين بزاف اللي تيبو رايح 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 للناطو باش يرسل طيارات يقنبلوا هنا بني عمهم، شي تقارع منه ماشي بني عمنا، تيبو يرسلوا لهنا باغيين يرسلوا الطائرات تاع الناطو باش يضربوا الجزائر، هذا شي تقارع منهم تاه، شي تقارع منه، تقارع منه والو، تقارعش الخير. على هذيك نقولوا بلي بالشيخ كي قال على فلسطين، خلينا الناس دوك العمال وين محرز، وين نهار اللي دار تغريده شاهدنا ذاك اللي مجاهد اللي في فرنسا يحب يحارب بفرنسا، ذاك الهيليكس، وذاك الحمار هذاك اللي بغى اللي في انجليز، مجاهدين بيحاربوا اوروبا في اوروبا. واه قال له نضريت، قال له ندير شويه تفال، قال له لك حسبني انا راني مادل كلش، ولا هذا صار لهم كيما هاك ساكين. اودي سمعت شو لهنا بالشيخ تكلم، سمعوا هنايا على الامس هذه صور، هذه صور جديده اليوم بعد احتفالهم باللقب. سنشاهد رياض محرز بالعالم، خلينا من الصور هذه يعطينا صور العالم الفلسطيني. نعم هاي لك صور تم تقديمه للعالم، طلب بالعالم الجزائري والعالم الفلسطيني، حط العالم الفلسطيني الجزائري على كتفه ورفع العالم الفلسطيني عاليا في الملعب اللي كان بحضور الجمهور اليوم، حضر الجمهور اليوم للاحتفال باللقب. والله ديجا نقول له مبروك عليك لو تيتر. نعم. دي وحده. ثانيا نقول له تبارك الله فيه، لان يفول فير. سي دي كوراج، سي امام كاميرات العالم. نعم امام كاميرات العالم، سي دي كوراج، و ميم طون سا بروف كي لاي بيرسوناليتي، ماشي قال لي زيتي ولا شاد تاع الجزائر وشاد تاع فلسطين، حيه كبيره، وهذه حاجه تشرفوا صالونور ويعطيه الصحه وشرفنا احنا ايضا محمد. بالطبع هو محرز يعرف الموقف تاع الجزائر، احنا نقولوا كاين اللي تكلم على المباراه اللي فاتت حسين، كاين اللي تفضوا يقول لك انا ما دخلتش روحي ولا، لكن هو كان يعني كان موقف صارخ لفت رفع العالم الجزائري، كان جزائري هو يعني من اوائل اللي ندد هذا العنف تاع في الانستغرام، اليوم شفنا واش تعرض عليه ولكن قعد الموقف ديالو.
واضح حسين كلمه على مقامه شيء شرف. على كل حال محرز على كل حال هو شرف يعني الجزائريين والعرب بصفه عامه والمسلمين، والان يدير في واجب تاعو كما يقول لك مسلم وكأخ للفلسطينيين ويرفع القضيه الفلسطينيه عاليا والعالم فلسطيني. انا نظن كل الناس تضامن هو، لكن هاد اللاعبين المعروفين هما اللي يساعدوا باش ينقلوا يعني القضيه ينقلوها لاعلى مستوى باش يقيسوا يعني الصهاينه بهاد الالتفاتات. انا الدراري صغار الناس كاع، انا اليوم جيت خارج لقيت بنتي صغيره رسمت علام تاع فلسطين وعلقات ربي يخليها، فرحت انا قلت الناس كاع راهي ما مصغار 7 سنين في عمرها بلا ما الله حتى لقيته معلق في الدخله علقاته هكذا الفوق رسمات ودارت له ربي يشد لك فيها قدمت له اليد هذيك وعلقاته صافي بليزير. باش تشوف بلي الناس كلها يعني راهي على درايه بوشاي ويسرى وكاع متضامنين صغار كبار لاعبين، ولكن هاد اللاعبين الكبار هما يعني اللي وصلوا القضيه يوصلوا للراي العام ونشكروهم على هاد الشيء. شكرا بهذا نغلقوا هذا الملف. هذه تنحسب كيما نقولوا حنايا نعاودوا نولوا نتكلموا وين تنحسب الرياض محرز تنحسب لها حاجه ماهيش بالسهوله اللي رانا نشوفوا فيها حنا، وهذه شارف لكل جزائر الا من الرحيم ربك. كاين الناس اللي شعنهم كيفاش يدخلوا يكومونتو يعايروا في رياض يعايروا منا، ما عندكمش الجرأة اللي باغي يخرج يدير قناة تجيش تعايرني انايا، تجي انا تعاير فيا، دير قناة وعاير محرز ديريكت، كونوا شجعان ديروا قنوات وعايروا رياض محرز ديريكت وعاد يكون شجاع خير ما تخزنش. وين شأن كيفاش التصريحات تاع رياض محرز بعد التتويج وين قال لهم كرة القدم تكتسي أهمية كبيرة لدى الجزائريين ولهذا نمثل الجزائر أفضل تمثيل، قال لك يجب علينا أن نمثل الجزائر أفضل تمثيل. رفد الإعلام تاع فلسطين راه مثل كاع الجزائريين، الحاجة اللي كانت في قلوبنا وكنا متمنيين يديرها رياض محرز، أنا واحد من الناس كنت نقول يا ربي يديرها في الفينال، خلعنا البارح. وين أبدأ كل موسم ورغبتي بالتتويج بكل ألقاب الممكنة، وين شأن كيفاش غوارديولا يمتلك الفضل الكبير في تطور مستواي مثل كل لاعبين. التتويج بكأس العالم لما لا هذا الحلم الكبير، ولكن من يدري والله هو الرازق. تقول كيفاش الناس تأمن مازال نقولوا بلي يأمن بربي، يقول لك انا نسعى وربي يوجد وربي يعطيك رزقك، تسعى وربي يعطيك رزقك. ليس بالامر السهل ان تتحلى بالشجاعه وتحمل العالم الفلسطيني وتحتفل به في كبرى الدوريات العالميه وعلى مرء العالم باسره يهوده وصهيونه ومطبع مع الصهاينه والكيان الصهيوني دون ان تخشى على مستقبلك الكروي، احب من احب وكره من كره. نعم محرز العالمي ما هي سهله، حنا نقولوا بلي رياض محرز لاعب عالمي واظهر الشخصيه تاعه الكبيره، لازم تكون راجل كلي مسكين يدير جيم يقلع يخاف، كلي يدير جيم ويقلع ويخاف عين جمش كي باش يهدر يخاف، كي اللي باش يهدر خاف على المصلحة، كي اللي خاف على القناة تاع اليوتيوب تاعو اليوتيوب يعاقبه. أنا نقول لكم كي اللي خاف ما بغاش يهدر سكت في الأولى، اليوم والبارع ومنا قال الناس قلعت، بصح قلعت بذكاء يهدروا بذكاء خبيث خبثاء. جبت لك الصوالح، جبت لك الإعلام تاع فلسطين برك، جبت لك شي عايلك الهود ولا عايلك لا صعاب والو قبل ما يجبدش ايش كاين الناس اللي يراقبوكم. ورياض محرز الحاجه اللي كانت في الداخل في كاع عربي مسلم رياض محرز طرطقها، نتمناو علاه راني باغي نقول رياض محرز يربدها ان شاء الله بربي تشوفيونز ليغ باقي لها 5 ايام، على راني باغي نقولوا رياض محرز علاه، خاطش على رياض محرز غاني باغيين وغادي يلربدها غادي يغطيها كيما كنت متمني 2019
تشامبيونز ليغ، قلت له غطيها لنا بالعلام بالعلام تاع دا اليوم. ماذا بيك؟ معليش الاعلام كيما درت لاكسيون اللي درتها، الاعلام رابدوا على ظهرك، رابد الجزائر ورابد عاليا العالم الفلسطيني، ديرها وعاودها، اتحزم بالاعلام تاع الجزائر وحط الاعلام تاع فلسطين فوق الكوب دوروب. وتحيه نتايا هذه يا خويا، وربي ينصرك وينصر الاسلام والمسلمين عبر العالم.